هذا الوتر هو من قيام الليل، لكنه أفضل قيام الليل، أفضل قيام الليل الوتر. وقلنا إن من علامات أفضلية الفعل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لازمه. قالت عائشة أو ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلازم صلاة الوتر في حضره وسفره، وسيأتي بعد قليل. ولذا يقول الشيخ: وصلاة الوتر سنة مؤكدة. ومعنى كونها مؤكدة أمور: الأمر الأول أنه يلزم المحافظة عليها والمداومة وعدم تركها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يتركها حتى في السفر. ثانيا أنه يكره تركها، فإن من ترك الوتر بصفة دائمة فإنها علامة فوات خير فيه. الأمر الثالث أنه يشرع قضاؤها، ولذا فإن لأهل العلم قولان: هل الوتر يقضى أم لا؟ قولان في المسألة، والصحيح أنها تقضى، يقضى الوتر وهو المعتمد عند فقهائنا، لكنه يقضى بعد طلوع الفجر شفعا. وأما إن قضاها بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر أيضا ففيها روايتان، والأكثر من أصحابنا على أن من فاتته صلاة الوتر وأذن عليه صلاة الفجر فصلى الوتر قبل صلاته الفجر فإنه يصليها وترا، وهذا عليه الأكثر وليس المشهور، لما روى محمد بن نصر المروزي في كتاب الوتر عن عشرة أو أكثر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا فاتهم وترهم وطلع الفجر عليهم صلوه وترا قبل صلاة الفجر. وأما إذا صلى المرء الفجر فإنه يلزمه أن ينتظر حتى تطلع الشمس ثم يقضيه بعد ذلك شفعا، ولا يقضيه قبل طلوع الشمس لأنه وقت نهي على